شجرة احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. ألا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، داعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمان بإذن الله، صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام، صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبهما. شيخنا ابو عبد السلام، مرحبا بك. وبكم اهلا. كيف الحال؟ لباس؟ الحمد لله. الحمد لله. دكتور كمان مرحبا. اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. صحة لباس؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يبارك فيك. مبارك. لا شك ان المعاونة بالمال والدعم شيء جميل، لكن المن بذلك سيء جدا. أحيانا اللغة مع عدم وجود الدعم تكون أكثر فعالية وأكثر قوة. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. قول معروف. شيخنا شكرا استاذ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نعم، بدأ القرآن الكريم يعني بالقول، ولم يقل عمل. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا يعني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني أن الإنسان في حالة ما إذا كان يفعل الخير يفعله لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له؟ الذي يقرض يعني يقرض الله قرضا حسنا، يعني سبحان الله العظيم أن الله هو صاحب الملك، صاحب المال، هو الذي خلق الإنسان. فالإنسان في الحقيقة في الدنيا لا شيء له، ولكن الله تعالى شوف يعني رغم ذا ويقول يعني من ذا الذي أستلف منهم، يعني يقرض، شكون يسلفني؟ يا عبادي سلفوني. شوف هذا ربنا سلفوله إحنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ رغم ذلك أن الله سبحانه وتعالى هذا هو يعني اللي اسمه الفوائد الجائزة، الفوائد المرغوب فيها، وهو فائدة رب العالمين. يعني تدفع أنت رب يعطيك في فوائد، ماشي فائدة، فوائد، يعني فوائد عظيمة جدا. الذي يعني ينفع الناس هو خير الناس. أيوة. لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للناس، أو خيركم خيركم لأهله كذلك. فأنفع الناس هو خير الناس، خير الناس أنفعهم للناس. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه شفت كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج كربة عن كرب من كرب الدنيا من أخي من كرب الدنيا فرج له عن كرب من كرب. هذه كل خدمة للناس. فالإنسان الذي يخدم الناس يحب الله، فهو أفضل الخلق بعد العبادة. بعد العبادة الإنسان الذي يقدم للخلق، لهذا الإنسان قال الناس عيال الله. فالإنسان الذي يقدم يعني خير ما عنده لعيال الله يعني للناس فهو المحبوب عند الله. فلهذا الصدقة هي من أفضل الأعمال عند الله تعالى. وأحيانا الصدقة بمعنى تفوق النوافل، لأن العبادات هي بمعنى خاصة فردية،
وهي خاصة بالإنسان. أما الصدقة فهي متعدية، فهي تنفع الخلق، فهي خدمة للإنسانية. فلهذا الله سبحانه وتعالى، لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يخالط الناس فيصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. شفت؟ بمعنى أن الإنسان اجتماعي، إنسان يعني الأصل فيه هو خيري، فلا بد أن يكون إنسان إيجابي في هذه الدنيا. بماذا تكمن إيجابيته؟ وبفعل الخير. أول يبدأ كما قلنا بسمعنا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبدأ بالأهل، لأن الأهل صدقة. يعني حتى اللقمة التي يعني إنسان يعني أخذها من الصحن ويحطها في فم زوجته فهي صدقة. شوف ذيك الخدمة، يعني ربي سبحانه وتعالى كيف يعني يتفضل على الخلق، يعني بكل عمل خير بيجزيك عليه، يجزيك عليه. وكذلك النفقة على العيال صدقة، عن الأولاد صدقة، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينفق ماله على عياله فهو كالمجاهد في سبيل الله. يعني شوف حتى ذكر ربي يعني من مجاهدين، مجاهد في سبيل الله، لأنه يكابد الدنيا من أجل وش هو؟ من أجل يعني كما نقول نحن الإنسان يأتي يعني بما يسد رمق أولاده وزوجته، فهو يجاهد، يجاهد حتى يتحصل على هذا المال هذا، فهو في مجاهد، المال النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد. ولكن الإنسان الذي يفعل الخير نعم له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف أستاذ أحمد، فيه أستاذان يعني من أساتذة الجامعة، توفي أحدهما فرأى صاحبه في المنام فقال: ماذا فعل الله بك يا أخي الكريم؟ قالوا: والله ما نفعني شيء إلا صلاتي والصدقة. سبحان الله. هذا قالوا: ما نفعني شيء. قالوا: حتى حاجة ما نفعتني، للشيء اللي درته كل ما نفعني. قال: نفعتني الصلاة تاعي فقط والصدقة اللي كنت نصدقها، هذه اللي سلكتني عند الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الصدقة يعني من أكبر الأفعال الخيرية عند الله تعالى، وأنفعها وأحبها عند الله سبحانه وتعالى. شوف ربي يحب الإنسان اللي يدين الخير في عباده، هذا يحب الله سبحانه. لهذا يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب وعن السيئات بهذا الفعل. يعني لما الإنسان يكرم خلق الله فالله يتفضل عليه. أول حاجة بإعطائه الصحة الجيدة، ما يمشيش مستشفيات، ما يمرضش هذيك الأمراض الخاطئة أبدا. ثاني حاجة أن الله يضاعف ماله، يعني قد ما تمد ربي يمدك سبحانه. يا ناس أنفقوا، أنفق عليكم، أنفقوا ما تخافوش، أنفق عليكم، أنا نزيدكم، نعطيكم، نزيدكم أضعاف مضاعفة. ولما تسأل الناس الذين يتصدقون حتى الذين يزكون قالوا: والله ما ينتهي السنة حتى نصيب أضعاف ولا خمس أضعاف، يعني ربي يشوف يضعفني في المال تاعي. فالعلاش الإنسان يخاف الشيطان يعيدكم الفقر. صحيح. الشيطان ما يخوفك إن أنت ما حبيت تصدق، تشح بعيد مرتك الزوجة يقول لك: شوف مرتك حبيبي وأنت خصاتك في الدار، شوف واش خصك، شوف واش خصك، وراح يمدهم. ما قدرت تقول لمرته لا، صدقة مليحة ما عندك مليحة، ربي كاش ما ربي يدفع لنا البلاء، يروح لولادك. وانا كيفاش وخاصني كذا، ولازم نشري سيارة، ولازم نشري كما نقول الدراجة، ولا لازم نشري كما نقول اشياء تاع جهاز، ولا نشري هاتف، ولا كيفاش تمد انت وحنا مخصوص. شوف كيف الشيطان كيف يتلون وكيف يدور ويحيط حتى باش يعطرك من هذه الصدقة هذه، يعني فيها جهاد حتى باش تصدق، يعني بصدق فيها جهاد. شوف. ولكن الإنسان الذي يعني يغلب نفسه من هذه الناحية ويتصدق هذا عنده فضل عند الله سبحانه وما كان عظيما. ولكن ربي شارط لك يقول لك: يا عبدي إذا أنت درت الخير ديروا لي، ما ديروش للناس، ما ديروش للناس. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: لما تديرون أن تخدم معايا أنا تشتغل معايا. يعني بمعنى هي يعني الإنسان الذي يحب أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى عنده شروط. أكبر تجارة هي تجارة مع الله. هذا الشرط الأول أن الإنسان ألا يبوح بهذه الصدقة، ماشي بمعنى هذاك الإنسان اللي صدقت عليه أنت تقول للناس، تكلم مع الناس تقول بمعنى أنا عندي فضل على فلان، كون ماشي أنايا فلان ما يحدث له شيء أو ما تبشر ولا ما يتحصرش على شيء، خلاص معناتها هذيك الصدقة اللي درتها محيتها. صحيح. بمعنى لما كنت تمن كأنك الآن أصبحت كالذي يعني يتكبر ولا بما يتصدق قدام الناس، يعني شوفوني أنا إحنا مد لفلان. لهذا قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، بالمن واسمه آذى، يعني من وراه آذى، يعني بمعنى آذيت وفعلا صح.
فلهذا يقول لك يعني الإنسان وش يقول، يقول لك بمعنى الجوع، الجوع والعرى ولا هضرة الناس. سبحان الله، نقعد ما ناكلش وما نشربش ونبات في الزنقة ولا تمدلي انت وتقعد تحكي للناس هاني واش درت وهاني واش تبهدلني قدام الناس. لا لا نصبر حداد. بالضبط، نصبر على هذاك واش ربي سبحانه كتب لي، معليش، ولكن ولا الصبر على كلامك انت تهضر للناس وتكشفني وتقول لي كذا، لا معليش، الجوع وكما قال لك الشر ولا ولا طعم عكاس كما قال لهم جابوها الشر ولا طعم. ايه ما خويا نقعد بالشر ولا ولا الماكله تاعك وتعاود تحكيها للناس، هو واش عطيت له، هو واش درت له، لا ما كان. هذا ربي قال ما تبطلوش صدقات تاعكم، يعني بمعنى الانسان ليمن صدقاته بطلت خلاص راحت. علاش؟ قال كانه مثل ربي كانك راك مديتها قدام الناس، انت مديتها بتخبيها بينك وبينه، ولكن لما انطقت بها ولما بمعنى وليت تكلم للناس تقول لكم انا فلان كما انا فلان هاك بديت تمنى عليه وتجبد له امور كذا، كانك انت اذا هنا راك ظهرت نفسك بما شغل درت حاجه ولكن اذيته قدام الخلق، هاك شفته مسكين قدام الخلق اذيته. لهذا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولكن الله هو الذي يمن، مش انت سبحانه. يمنون عليك ان اسلموا. شوف كاين بعض الناس يعني يمنوا على ربي، يعني شوف انا نصلي بزاف عليه، يعني نصلي بزاف، يعني كان يعني على ربي يعني نصلي لك بزاف عليك، يعني شغل يعني درت حاجه كبيره على ربي سبحانه وتعالى، واش واش نزيد انا؟ انا نوض الصباح والبرد والداو وانا نصلي خمس صلوات، واش نزيد؟ واش يعني كانه يحاسب في ربي يعني ربي بزاف هذا هذا بزاف يعني خلاص. يمنون عليك ان اسلموا. ولكن ربي واش قال؟ لا تمنوا، بل الله يمن على ربي وليمن علينا، هو اللي من علينا. وجدنا في اسره في مجتمع في بلاد اسلاميه، ما قريت ما حاربت ما طالعت ما ناقشت ما حاورت ما درت محاضرات باش باش قنعوك دخلت الاسلام، صبت واجد جاب لك ربي والدين صالحين والدين مؤمنين والدين مسلمين في بلاد مسلمه في عائله مسلمه في حومه دشرة مسلمة، هيأ لك ربي الجو حتى انت اصبحت يعني في بيئة ما تعبت ولا قريت ولا كما الكفار الان هم يقراوا باش يتعبوا مساكن باش حتى يفهموا الاسلام باش يدخلوا في الاسلام. صحيح. ويدخلوا عن قناعة، وانت ربي سهل لك المهمة، ربي من هو يمن عليك ماشي انت تمن على ربي. تقول بمعنى لما اعطاك ربي هذه انت تبدا تمن تقول راني صدقت واني كذا واني كذا واني كذا، من بعد تقول لك ولكن لا، الانسان لا يمن على الله بل الله هو الذي يمن علينا، مش احنا نمنوا على ربي. ولهذا الانسان اذا حافظ على صدقه تاعو خلاها في السر، لان صدقه السر هي افضل صدقه. لهذا قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، لما تعود الشمس قريبه ويعود الحراره ويعود العرق والعرق يعود كي النار ياكل ياكل، يعود الناس يعيطوا ويشكوا كذا، والانسان يكون في رحمته يكون في ظل الرحمن برودة ما يشوف حتى شيء ما يسمع ما يشوف، في برودة في رحمة ربي سبحانه وتعالى. هذا شكون هما؟ واحد منهم هذا ليصدق حتى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخبية كما نقول مقوت لي خبي، حتى مثل النبي قال لما تمد اليمين تا واش صدق هذه ما تعرفش هذه واش مدت هذه، يعني شوف يعني شوف يعني هذا يعني يعني من الاعجاز، يعني ما نشوف تشبيه تشبيه عظيم، بمعنى ان الانسان مقوت الرسول اللي يقول بمعنى الانسان يسكت يصمت، يعني بحيث لما يمد الصدقه تاعو واحد ما يعلم. وهكذا كانوا يفعلوا الصحابه رضي الله عنهم والسلف، كانوا يدقوا على الناس يحط لهم القفه ويهرب، لما يحل يشوف يحتسب القفه وراهم ولا ما كاش لا صاحب له ما صاحب له. علاه؟ لما يلقاه في الصبح ولا يلقاه مثلا في العشاء ما يحطش راسه قدامه الحاج، يقعد مرفوع راسه ما يعرفش شكون اللي عطاله. الله الله، يخليه معزز مكرم اخلاق الكبار. ايه بالضبط، بمعنى لا يهينه ولا ينقص من كرامته، يعني شوف يحطه قدامه يخليه برجولته ويخليه دائما مستقيم ورافع الراس وليس مطعطأ الراس. هذو هما الرجال حقيقة، الرجال صدقوا، هذا من يصدقوا مع ربي سبحانه وتعالى، الذين بمعنى يتصدقون ولا يعني بمعنى ان الناس ما يمنوش على على غيرهم. لهذا علاه؟ لانه يعلم ان هذاك الشيء الذي اعطاه للغير هو هو الله الذي مكنه من هذاك، هو اللي اعطاك ربي هو مكنك وفقك حتى باش تمد، لان لو ما ربي موفقك كان بمعنى ممكن يعني يتلف لك رايك وتروح تمد هذوك الاموال يعني فيما لا ينفعك بل يضرك، تعود في المضره تاعك ما تنفعكش، تعود خارج عن كل هذه الامور هذه. ولهذا توفيق ربي كيحبك
وفقك لهذا الشيء هذا، ما تقولش انا بقفاستي وانا فكر ما فكرت ما والو، هذه سبب تاع التفكير، لان لولا الله ما خلاك تفكر، هو يعني دار لك خيط باش تفكر، سب هذه صغيره باش تفكر وتفكر الفقير وتمدل وربي يوفقك حتى تمكن تفكر. فلهذا احنا نقول ايها الناس يعني كي نديروا الصدقات كثروا من الصدقات لان تلقاوها عند الله يوم القيامه، وكم كذا الصدقات ولكن بشرط ما تمنوش على الناس، ما تعودوش ما تعودوهاش، اللي بينك وبين الله خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كان قصه يعني ظريفه يا استاذ محمد يعني حقيقيه في الصحراء، حصلت في الصحراء ان الانسان كان متصدقا كثيرا، يتصدق يوميا يطعم الفقراء يوميا ولكن لا يصلي. قال فاذا به احد من جيرانه راه في الرؤيا في منام، راه ان الصالحين والباك في الصحراء ما شاء الله كاين صالحين، راى الصلاح في الصحراء وقاموا داروا شغل، بمعنى شغل عباره عن مكتب، مكتب يحكموا على الناس. قال مثلا فلان بن فلان هذا للنار، فلان بن فلان هذا للجنه. قالوا بما حكموا على هذاك الذي يطعم ولكن ما يصليش حكموا عليه بالنار. قالوا خذوه الى جهنم، امشى النار. النار هذيك احاطت به، احاطت كل الجوانب ولكن لم تحرقه. قال لك فاذا به يخرج على يخرج على الجفنات هذوك تاع الطعام فوقهم، يمشي فوقهم يخرج. هذاك الذي كان يتصدق، شوف صدقه نفعل. فاذا به جاء ذاك فلان قال جاء عنده هذه رؤيا نذير. قال يا فلان اني رايت يبدو شفت صالحين فلان وفلان وفلان يبدو يوقفوا عليا في المنام راهم حكموا عليك بالنار. وعلاه؟ قال لك خشم، قال لك صح دير الخير كثر خيرك دير الخير مليح ولكن قال لك ما تصليش. ولا يصلي كي ولا يصلي زاد نام وقفوله يا مثل هذاك وقفوله حكموا عليه بالجنه، حكموا عليه بالجنه. قالوا الصدقه تاعو الان لقد نفعت صدقته وصلاته، والان قد قبلت صلاته، قبلنا صلاته في هذه الحاله بمعنى انه من اهل الجنه. جاء بشروا قالوا فلان انا اللي بشرتك اليوم جيت نبشرك، واش بشرتني؟ قالوا الحمد لله راهم قبلوا الصلاه تاعك وراهم فرحانين بك وقال لك انت راك من اهل الجنه. قالوا من اعطيني معروف قيس ما شفتك، اعطيني معروف. واش قال الاخر؟ قالوا لا بالعكس انت اللي تعطيني معروف. قالوا علاه؟ قال لولا انا ما تشوف الصالحين انت كما انا ما تشوفهمش. ربي ان شاء الله يصب فينا. الله يرضى عليك شيخ الله يباركك شيخ. هذا من باب الرؤيه شيخ، هذا من باب الرؤيه، باب الرؤيه انا نقول باش نفهموا يعني الناس بان يعني باش نفهموا ان الصدقه يعني في أنا فيها فوائد كبيره كبيره. انا نقول مصدقوا يا الناس ولكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره. الله يبارك يعني قوا يعني قوا انفسكم من النار ولو بشق تمره، حتى وما تحقرهاش ولو يعني نص تمره، نص شق تمره ولو نص تمره عندك تمره، نص تمره صدقها تلقاها يوم القيامه تسلكك من النار. الله يبارك. لهذا ربي يعني يبارك ان شاء الله ويقوينا ويوفقنا حتى باش نكونوا متصدقين يعني. يا رب العالمين. وفي الرؤيا شيخنا توضيحا البشير او النذير من باب الرمزيات يعني هذا هو فهم نعم الناس، هذا هو الناس باش يفهموا بمعنى يفهم. ان الناس يعني فعل الخير يعني شوف عن الخير الانسان تؤول تؤول أيه. نعم كما كان يؤول سيدنا يوسف اولها سيدنا يوسف واولها النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صباح يقول لهم من راى منكم يعني رؤيا فين يشرحها لهم الله كان يشرحها لهم ومره يعني نامها عبد الله بن عمر جات في قلبه بان هي هذيك الرؤيا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اولها قال بعد قالها البابا قالوا الله يا رسول الله يا بابا قالوا هذيك الرؤيا ما النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذا كل كان في خاطري قالوا ليش ما قلتهاش ايوه انا ما قلتهاش النبي صلى الله عليه وسلم حشمت قالوا حشمت يعني بمعنى ان الرؤيه الصحيحه والرؤيه الحقيقيه والصالحه يعني بمعنى انها يقول لك المؤمن اما ان يراها واما ان تورى له الله اما يشوفوه ولا يشوفها هذا مشافوه باش يعني يشافوه باش يمول الخير صابر صابر يعني فهموا قالوا هاوليك ها ربي سبحانه وتعالى جاك بالصدقه تاعك ولكن خصاتك حاجه اللي هي الصلاه الله يبارك فلهذا الحمد لله لما ولا يصلي هكا شفت جاته شغل من باب التنبيه نبهوا مولانا نبهوا جاته التنبيه ولا يصلي الحمد لله عاودوا قالوا له ربي قبل الصلاه تاعك لانك صليتها بالنيه وبالصفا وصدقه تاعك بالصفا راهي مقبوله وخصاتك الصلاه كي كملتها راك نجحت وفي هذه الرمزيه سبحان الله وفي الرمزيه العلماء والمشايخ هم الموقعين عن رب العالمين نعم اي باش الناس تفهم نعم نعم البعض يفهم رمزيه الرؤيه مباشره والبعض يحتاج الى لا احنا نقول احنا الرؤى صعاب باش تفسر احمد صعيبه لان لا يعلمها الا العالمون كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وكذلك اهل التعبير لان الرؤيه
يعني مش احنا باول حاجه ماهيش حصه تاع تعبير باش تفهموا، ماشي بمعنى كي يصرحوا واحد يقول الناس يجيبوا لنا الرؤى عاد نفسروا لهم المنام. لا 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 مش رؤيا، ولكن هذه كي جات على سبيل فقط كما نقولوا الملح، يعني الملح باش نحلوا نحلوا الجلسه تاعنا. يحفظك يباركك. شكرا شيخنا استاذنا الدكتور محمود مزيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، صدق الله العظيم. هذه المعاني إن شاء الله في آخر هذه الجلسة المباركة يترجمها صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام باللغة الأمازيغية. على بركة الله شيخنا أبو عبد السلام، نفتتح برسالة من أختنا أم عائشة من العاصمة إليكم، تقول التالي: تحية طيبة شيخنا الفاضل. وبعد، توفيت أختي على كرسي الولادة عام 2006، وقد طببتها أختنا والحمد لله رب العالمين، ونحن راضون بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر. في فترة 9 أشهر من وفاة أختي أرضعت ابنة أختي الصغيرة. في تلك الفترة تزوج والدها وأخذها منا نهائيا، ولم نتمكن من رؤيتها إلى يوم الناس هذا. قسمنا الميراث كما يجب عام 2006، استفاد الزوج من حقه، إلا أنه احتفظ بسيارتها من مالها خارج القسمة، واحتفظنا بمجوهراتها والتي تصل إلى قيمة كبيرة لا بأس بها. فأختي رحمة الله عليها كانت عاملة والحمد لله. أمي تشغلها جدا هذه المسائل: ما حكم ما تبقى لدينا من ميراث من مجوهرات، مع العلم أننا نخشى أن يستولي الزوج على حق ابنته وحق هذه الحفيدة؟ كيف نخرج الزكاة من هذه المجوهرات إن كان يترتب عليها زكاة؟ أؤكد شيخنا أن أمي جدة البنت، في حرقة لرؤية بنتها من رائحة ابنتها رحمة الله عليها، وأبي جدها أيضا، ولكن المشكلة أن الخلاف مع هذا الزوج رغم أنه قريب نشب بين أبي وبينه، وأمرنا أبي ألا نعيد فتح المسألة نهائيا حتى لا تتجدد الخلافات. شيخنا الفاضل، أدعو الله لي لأبي وأمي أن نرى هذه الحفيدة، وأن تقر أعيننا، خاصة الجد والجدة يريدون ذلك قبل خروجهم من الدنيا، برؤية هذه الحفيدة، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نبدأ من حيث ينتهي الكلام. لماذا لا تكون هناك رغبة وبواد ومبادرة للصلح والتصالح؟ هذا أفضل. هذا الشوق وهذا الاشتياق للحفيدة، ما السبيل إلى تحقيقه؟ كيفية الوصول إلى اللقاء بهذه البنت؟ بالتصالح مع أبيها. لابد من عقلاء العائلة من الجهتين التدخل من أجل إحداث صلح وتقارب، حتى وإن كانت هناك صدامات ونزاعات، لكن الآن ربي أخذ أمنته، يعني أخذ الأم نتاع البنت وتوفات رحمه الله وشهيدة في النفاس، يعني ماتت في النفاس هي شهيدة. فلماذا لا يكون هناك تصالح؟ لأنه بلا شك أنا في اعتقادي كما فهمت من خلال السؤال الطويل هذا، أن سبب الخلاف هو الدنيا، هو الميراث، هذه السيارة وهذه المجوهرات، يعني كل واحد أخذ ما اقترع عليه، يعني ما كانش فيه الجلوس إلى طاولة الحوار ومعرفة ما تركت هذه المتوفاة رحمها الله تعالى، ثم النظر في قسمة هذه التركة، لأن قسمة ربي سبحانه عز وجل استأثر بها هو بنفسه، لم يتركها حتى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أن الله تعالى تولى قسمة التركة بنفسه. ف
فلذلك نقول ابدأوا وبادروا بالصلح، تقاربوا، وبلا شك لما يكون فيه الجلوس ويكون فيه الحوار يكون فيه التفريغ، والتفريغ هذا يعني عند علماء النفس يقول الإنسان عندما يكون يعاني أزمات نفسية، ضغط من فكره وقلبه وعقله، لا يزيل ذلك إلا التفريغ. فلما يتلقاه أصحاب الشأن في جلسة عامة مع الاستعداد المسبق لقبول الآخر من أجل الصلح، فهنا راح يكون في حوار مفتوح ويكون فيه فرصة للتفريغ. واش يوجعك أنت؟ واش اللي ألمك؟ وشني الحاجة اللي ما استصغتهاش وما قدرتش تقبلها منا ولا منك أنت؟ وهكذا راح توصلوا للحل، توصلوا للتفاهم. هذا بالنسبة للبداية يعني. أما الآن هذا تزوج، من حقه أن يتزوج، يعني زواجه ليس بدعا من الحياة يعني في الاجتماعية. الرجل عندما تتوفى له زوجته لا يستطيع البقاء بلا زوجة، لأن الرجل ليس كالمرأة. المرأة إذا خلا بيتها من زوج فابنتها تؤنسها وأختها تؤنسها وأمها تؤنسها وتخدمها، ويعني كل الإناث اللي محيطين بها يخدموها، لأن العلاقة بين الإناث ليس هناك فيها حرج حواجز كما هو الشأن عند الذكور. ولذلك الرجل إذا احتاج إلى خدمة خاصة لا يمكن أن يؤديها له إلا زوجته، ومن ثم زواجه شيء مشروع ومطلوب. وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من إذا توفيت زوجته بنى بزوجة قبل أن يدفن الأخرى، يعني تزوج وبنى قبل أن يدفن الميت رحمه الله. مش معناها عدم وفاء، لا، لأنه يعرف نفسه ويعرف حالته الصحية ويعرف أن الأنيس الذي يمكن أن يؤنسه ويزيل وحشته في البيت هو الزوجة. ولذلك بادر إلى استخلاف لتلك المفقودة رحمه الله تعالى، وليس استهانة بها ولا ترخيص لشأنها، إنما هي طبيعة الرجل وطبيعة المرأة تقتضي هذا. البنت طيب أمها ماتت في النفاس وعاشت عند أجدادها حتى بلغت عمرها 8 سنين، عاشت عند أبيها، أخذها أبيها، هم يشتاقون إليها. لا، ولكن أخذها رضعتها أختها. رضعتها 9 شهور. 9 شهور فقط، 8 سنين ولا لا؟ لا 9 شهور فقط. فأخذها أبوها من في الحقيقة في المخص الحضانة. إذا أخذها بحكم القانون لا أظن القانون حكم له بذلك، لأن القانون واضح وقانون الأسرة واضح في هذه المسائل. الحضانة للمرأة والخالة والجدة والنفقة على الزوج والوريث. الآن في عمرها 14 سنة. 14 سنة الآن. 14 سنة الآن لمسكينة، بالك لو يكون اتصال بها تعبر عن نفسها بأنها مشتاقة إلى جديها، جدتها وجدها وخالتها وأخوالها، خالتها وخالاتها أمها، والخالة بمنزلة الأم. فاحنا عندنا في ترتيب الحواضن احنا الخالة هي قبل باباها وقبل عمتها وقبل الخالة. الخالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخالة بمنزلة الأم. فعلى كل حال احنا ما ندخلوش في التفاصيل هذه، لأن نظن المسألة ما وصلش للقضاء، لأن لو وصلت للقضاء القضاء يحكم بقانون الأسرة. قانون الأسرة واضح في الحاضنات، يعني الحواضن اللي يحضن المحظون راه معروفين. ولذلك خاصة الزوج إذا أعاد الزواج هو الحاج، شيخنا لو سمحت، الحاج الكبير أو أب العائلة هو الذي طلب عدم الخوض في الموضوع لما كان ينشب من صراعات، فحبس المسألة هذه مبكرا. الأب الجد يعني، أنه جد البنت، لهذا ما مشاش للمحكمة إلى غير ذلك، حبس، لأنهم في عائلة واحدة.
ولذلك احنا نقول لهم لازم اطراف اخرى تتدخل من اجل احداث صلح. هذا هو الحل، الحل اللي ينسب للبنت ولاب البنت ولجدود البنت. أيوه. هو الحل الامثل، لان البنت راهي الان تنشا في، ما نقولوش حضن معناها ناقص ولا كذا، ولكن ناقص من حيث العدد، الدفء، عدد اماكن الدفء. الاب وحده ما يكفيش، الاب الان لما تزوج سيرزق اولادا، يا راح يقسم الانشغالات نتاعو، يقسم الاهتمامات نتاعو، فتبقى البنت تاخذ حظها من بين اخوتها واخواتها، لكن لو كانت عند جديها تاخذ الاهتمام اكثر، الرعايه اكثر. صح. وممكن تصل الى مرتبه الدلال. صح. فلذلك احنا نقول يا سيدي معليش تحتفظ بالبنت عندك يا سيدي، احنا ما رحناش للقانون، يعني القانون هو بمجرد أن تزوج ياخذ البنت. اضعف الايمان يخيروا البنت، يعني اقل شيء يخيروا البنت، في خاصه في 14 سنه يخيروها مع من تريدين الذهاب اليه. فاحنا ما نوصلوش لهذه الحاله، احنا نوصلوا للصلح. اولا اعاده المياه الى مجاريها، علاش قطع العلاقه هذه؟ هو يقول من الرحم، يعني معناها من ذوي القريب، من الاقارب، من ذوي الارحام. يا سيدي اول حاجه لازم التصالح، والتصالح هذا هو اللي يثمر خير للبنت. الله ينور، خير للبنت. اما قضيه التركه اللي خلاتها، السياره خذاها الزوج خلاص استولى عليها، والمجوهرات خذوها الجدين او الجدان واستولوا عليها، كانوا في الدار، يعني كانوا عندهم في الدار. اي طيب، وين راح حق البنت هذه؟ ما يعني ما فكروش في البنت هذه، لان التركه اللي خلاتها المراه هذه زوجها عنده الربع، اذا كانت السياره تساوي الربع هو حقها. ايوه، اذا كانت تساوي الربع مما تركت. ايوه، هاي خلاص خلاص. والمجوهرات بالنسبه للجدين يصير السدس السدس، والباقي وين يروح؟ النصف فرضا يروح للبنت، والنصف الاخر يعني ما بقي اذا ما كانش خلاص يرد الى البنت. فلذلك لازم اعاده النظر في ما تركت. ايوه، يعني اذا كان ما كانش معنى تفاهم خلاص، ما كانش اتصال، وكل واحد راه فخور بما فعل، نقول له يا سيدي على الاقل حافظوا على هذه المجوهرات للبنت هذه. هم هذا سؤالهم شيخنا. إيه؟ ما حق البنت، هل نسلمه ام نحتفظ به لها؟ لا، هو اذا كان معناها فيه تخوف، هو هذا اللي موجود، هذا هو اذا كان فيه تخوف ان الأب سيتصرف في هذه المجوهرات سواء لزوجته أو لأولاده من الزوجة الثانية وما إلى ذلك، وحق البنت يضيع. إذا كان فيه تخوف يحتفظوا بها إلى أن تكبر البنت وتتزوج وتكون راشدة، عندئذ يسلموا لها التركة نتاعها. ولكن في هذا لو كان يكون فيه تصالح، هذا يكون ويكون بتراضي ان شاء الله يا رب. هذا هو معناها، الزوج يكون راضي بان جدودها راهم خباوا لها امانتها، والبنت راضيه لان حقها راه محفوظ، والاب والام راهم يقولوا احنا نزيدوا. أيوه. ماهوش معناها يديو، بالعكس رايحين يحافظوها ويهبوا لها حقهم ويزيدوا لها. ايوه، فلذلك لازم التصالح، لان التصالح هو اللي ينفع البنت. الله يرحمه. شيخنا، هذا الذهب راهو من 2006، والزكاه؟ الزكاة دروك هو الأصل فيه راه مديور لللباس. أيوة. لو كان معناها البنت راهي فيها تصالح، فيها تواصل بين، ممكن تلبس بعض القطع في الأعراس، ما يلبس وينزع لا زكاة فيه. أيوة. بقي غير الملبوس مدخر، هنا لم يدخر لوقت الحاجة، دائما نية اللباس هي الثابتة، هي المؤكدة. أيوة. الآن إذا بغاو تبرئة للذمة، قالوا سيدي نزكيوه، نقوميه ونزكوه بربع العشر. ولكنه لم يقسم شيخنا، يقسم. هل يزكون حقهم أم حق الزوج أيضا؟ لا، حق الزوج يسلم حقه.
أيوة. لا ما يعني ليس من حق أي طرف أن يحتفظ الاحتفاظ بحق الآخر بحق الآخر. لا الجد والجدة من حقهم يحتفظوا بحق الزوج الزوج، ولا الزوج يحتفظ إذا كانت السيارة أكثر من حقه، ما عندوش حق أيضا الاستيلاء عليها 100%. يرد ما يساوي أو ما زاد عن حقه إلى الجدين، للبنت طبعا، للبنت والجدين هم عندهم السدس. السدس الله يبارك. فلذلك معناها الزكاة إذا تبرئة للذمة ما عليش يقومه ويزكيوه بربع العشر. الله يحفظك شيخ، الله يهنيك شيخنا وربي يهدي السر إن شاء الله. هو أنا كنت راح نقول لك لأنه عبد المنعم تأثر بالقصة إلى غير ذلك، قلت له سأحيلك أيضا للشيخنا كمان. هو نقوم الزكاة ما ماشي الزكاة، إن الزكاة لا ما عندناش دخل فيها، اللي هي كما قال لك الشيخ مادام جبتها للبسة ما حبسوش عليها، حافظوا على تقويم الذهب نصيب الزوج إذا كان يعني يقوم مقام السيارة لده، ما نعطوا له والو، حافظوش عليه خشوا دحقوا أو ذا السيارة هذه. إذا كان بمعنى أن السيارة قومناها وصبناها بمعنى هي أكثر جمع هذاك النصيب بتاعه، كيف ما نعطولوش. أنا السيارة يعني السيدة أم عائشة أعطتني النوع، ولكن يمنع لي كإعلامي نعطي نوع السيارة على المباشر. معلش. ولكن في 2006 شريتها في حدود يعني تكون حكا 100 مليون أو 120 مليون في 2006. 2006 ولكن وقتاش هي توفات؟ 2006. لا أنا مازال عندك ما تقسمتش. مازال. إيه حنا نشوفوا الآن حسبوا لها دوك شحال السيارة. عندك راي دير في حدود 250. أيوا حسبوا لها السيارة هذه، حنا نشوفوا الذهب حتى هو طلع. أو في المليون أو 900 أو 900 أو في المليون، مش كما كان بكري الذهب شحال يساوي، كان 350 500 600 أنا ودير 900 نقوموه كذلك الذهب هذاك ونشوفوا حقه هو هل يساوي السيارة ولا أقل من السيارة. إذا كان مقا سيارة ما يدي والو أو دا السيارة أكثر منها، لأن السيارة هو خلاص استولى عليها وراح وممكن بدلها على اسمه وداها خلاص انتهت. أما البنت خلاص خلاص. أما البنت كما قال لك الشيخ نبغي يخبونا نصيبها. أما الأب بمعنى أن البنت تدي النص والأم تدي تاعها، أمها تدي سدس والأب يدي سدس والباقي، لأن هو راه هو العصب بمعنى أنت هو في نفس الوقت صاحب فرض وصاحب العصابة يدي الباقي. بمعنى لو اعتبرنا السدس زائد السدس زائد الربع اللي قال لك الشيخ عليها وزائد النص الآخر يولي تقسم على 12، فهمت حمد؟ فلهذا احنا نقولوا إذا البنت نصيبها يحتفظ حتى نهار تبان تكبر كذا، قال لها هاك نصيبك يا بنتي، هاو نصيب تاعك من الذهب. وحبوا جدها وجداتها يعني كما قلت ضموا لها يعني النصيب تاعهم، وهو مادام هيبه عنده ايه هيبه كما قال الشيخ هيبه، يخبوها لحلوا لها حساب في البنك، ويعني خاصه عندنا نوافذ الاسلاميه يديروا لها حساب خاص وديعه كوديعه ولا كامانه ولا يخبوا لها الذهب تاعها عندهم تماتيك نصيب كل هذاك الذهب تاعهم. اذا كان بمعنى ان نحينا الزوج معناتها قلنا بمعنى ده حقه ولا اكثر من حقه قال دم سياره، فهنا يخبيو كي تكبر سب حقها وربي يبارك لها مسكينه. راهي معدومه الامديه هي مصدومه بالام ما كانش، ويزيد كما نقولوا احنا ما كانش حتى شيء باش ما تقابل به الا كان ربي يفتح عليها بالزواج، ف الاخرين محروقين. فاحنا نقولوا كما قال شيء احسن شيء هو يتصلوا بهم يحوسوا الصلح. الله يجازيك احسن شيء ما فيش كما قال ربي يقول اصلاح لهم خير. الله ايه والصلح خير كما عند ربي سبحانه وتعالى ديما ما كاينش كيما الصلح. الله يبارك. ايه فلهذا نقول لاخر اتقي الله في نفسك خاصه بنتك، فكر في بنتك وهم عندهم والديها نهار جيت تتزوج هاك سبت ما سبيل عائلتها عندها اخوالها عندها عمومها عندها جدها عجتها تفتخر، مش يقولها مقطوعه الاصل. الله يبارك. لا هنا يدير حسابه وربي يهدي يعني وربي يجمع الخير ان شاء الله، الله يجمعهم في الخير ان شاء الله. امين يا ربي. ربي يحسن اليكم يا شيخنا ابو عبد السلام وشيخنا الدكتور كمال، وان شاء الله سيده ام عائشه استفاد شيخين ربي يحفظهم في هذا الموضوع وربي ينفعنا ان شاء الله بما تفضلوا به. على بركه الله اليكم ايها الافاضل. العاصمه السيده ام ميرال. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الانوار. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله سيدتي الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. لدي سؤال فيما يخص العدة. يعني أم الزوج تاعي توفى الزوج تاعها تبلغ من العمر 70 سنة، تسأل هل يمكنها أن تزور قبر زوجها خلال فترة العدة؟
السؤال الثاني إذا ممكن. تفضلي سيدة أم ميرال. هل شكرا، هل يمكن يعني أن تزور خلال زيارتنا للأقارب، ولا لأن ما نحبوش نخلوها وحدها في الدار، هل يمكننا خلال فترة العدة نخرجوا ندوها معنا على أن نعود يعني قبل المغرب إلى المنزل؟ يعني هل ما فيه إشكال؟ يعني طلب لو تدورونا في مسألة العدة، ما الذي يجب أن تتجنبه الأرملة خلال فترة العدة؟ لأن في كثير من الأقاويل، كثير من الحديث، يعني نريد المشايخ أن ينورونا في هذه النقطة. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك سيدة أم ميران، مرحبا بك بسؤالك إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا سيدتي. شكرا جزيلا. الله يهنيك. منعم خليني نجاوب على السؤال كامل، الله يرضى عليك. لا تستقبل مكالمات باش يكون شيخنا براحته. الله يبارك شيخنا، تفضل. الله بص الله كنت فكرني بجدي على بالك. الله يحفظك ويبقى عليك ستر شيخنا. الله يحفظك، تفضل شيخ. سيدة أم ميرال من العاصمة، الباب هو باب العدة. نعم. أول سؤال، ربي يرحم إن شاء الله هذا الزوج اللي توفى 70 سنة، وربي يجعل البركة في الحاجة، هل يمكن أن تزور زوجها أو قبر زوجها خلال العدة؟ احنا عندنا خاصة في المذهب بتاعنا احنا أحمد، ما عندنا شيء يمنع. أيوة. خاصة كي تنفس على روحها، وخاصة اللي تحبه مسكينة كان دار فيها خير وراح تارمت، يعني أنت حتى الوفاة تاعو بعد الوفاة مازال متأثرة مسكينة، وحبت تروح تزوره وتدعي له. فلها ذلك. أيوه. تروح تزوره وتدعي له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. والزيارة للجميع، قال ألا فزوروها للرجال والنساء. أيوه. لأن كان حديث آخر يقول لعن الله زوارات، يعني النساء زوارات القبور. يعني هذا نجمع ما بين القولين، قال أنت اللي كثروا، يعني كل 3 أيام، كل يوم، كل سمانة، يعني في الأخبار. قال لا، أنا النساء ما يكثروش الذهاب إلى القبور، وإنما يروحوا مرات يزوروا يعني صاحب القبر، خاصة الوالد ولا الوالدة ولا الزوج ولا الأولاد، ولا عنده حق، خاصة كي تنفس على روحها. وهذا من باب التنفيس، ومن باب كذلك عندها حق في زيارة القبر باش تنتفع أيضا هي، باش تفكر بأن الآخرة جاية ليها، سبقتها إمها ولا رجلها، ولكن هي لاحقة. وتصدق عليه، يقول أكثر من الصدقة عليه، لا تحبيه كثر من الصدقة عليه، مش زيارة فقط، كثر من الصدقة عليه، وادعي له يعني ادعي له باش ربي يغفر له ويلاقيك معها إن شاء الله. أمين. يعني في الجنة، باش يجمع بيناتكم يعني في الجنة إن شاء الله. وكذلك بمعنى أنها دائما يعني تذكروا بالخير عند الناس، ما تذكروش كما قلوا مساوئ تاعو صراد من عمرها، يكون دائما محاسن تاعو إلى غير ذلك. فهذا يعني من البر، يعني بين العبد بينه وبين الزوجة تاعها، يعني الزوجة هذه وبين زوجها اللي مات، دائما تكون علاقة طيبة. باش تكون العلاقة طيبة، لأن هذه العلاقة مادام هي حبت تزور قبر تاعها في علاقة كانت ما شاء الله. فلهذا نقول لها ربي يبارك لك انت في عمرك وطول في عمرك، وربي يرحم الزوجة تاعك، بارك الله فيك يعني على الحرص هذا. الله يعطيك الصحة. في العصر تاعنا نشوف الحمد لله، شفت مشاكل تاع الأزواج وكذا قليل نسمعوا، بمعنى هذاك يعني العلاقة الطيبة بين الزوج والزوجة حتى بعد الموت والوفاء. هذا هو الوفاء. أنا نشوف بأنها قلت كثير، فلهذا نشكروها على هذا التفكير، هذا والزيارة هذه علامة على العلاقة الطيبة فيما بينهم، ورب إن شاء الله يجمعهم في رحمته ويجمعهم في الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. الله يدعو لها إن شاء الله. الله يهنيك ويبارك فيك شيخنا، يعطيك الصحة. شيخنا أبو عبد السلام، هل يمكن خلال زيارة الأقارب السيدة أم ميرال ومعها أن يأخذوا عجوزتها هذه معاهم، وهل يمكن تهبط معاهم وتشوف هذا الناس وتسلم عليهم؟ نعم، قال لك الدكتور في المذهب نتاعنا ان المعتده من وفاه لا تمنع من الخروج. يعني قول بعض الناس انه لا تخرج الا للضروره، هذا عند غيرنا. اما عند المذهب المالكي، المعتده من وفاه لا يمنعها من الخروج شيء، تخرج لزياره المرضى، لزياره الاقارب، حتى للاستجمام، يعني التجول، التفسح. إذا خاطرها في بيتها تروح تشوف الواجهات وتتلقى مع الحبيبات نتاعها وكذا إلى آخره. فإذا تخرج ولكن تعود إلى بيتها قبل المغرب. الله هذه الحاجة نتاع الزيارة. ثم قضية التفصيل في حقوق وواجبات المعتدة. أيوة تفضل. المعتدة أولا ما كانت تمارسه المرأة لزوجها
معنى، لأن ماذا يقول الفقهاء أنتعنا؟ يقول المرأة المتزوجة كلما يزيد حسنها في عين زوجها يجب عليها فعله. سبحان الله. كل ما يزيد حسنها يعني في جمالها في عين زوجها، لأن من الأهداف الأساسية في الزواج هو التعفيف والعفة. كلما يساعد على الزوج على أن يعف أكثر يجب أن تفعله الزوجة تحصينا لزوجها. هذا هو المحصن، لما يسمي الزوج محصن والمحصنة معناها دخل القلعة حصينة، وبه تحفظ الزوج بأنها ما قد تقع عينه عليه خارجا وما إلى ذلك، يجب أن يجد في البيت ما يريحه ويطمئنه ويسعده، ولذلك لا تزيغ ولا عينه. فلذلك الزوجة هي اللي مسؤولة باش تمسك زوجها وتعفه. أيوة. فكذلك الزوج بينصر هذا، أنه علاقة العلاقة الطيبة لازم. قضية إذن هنا هذا الأمر هذا نتاع التحصين ما يكونش. يعني الآن الزوج الذي من أجله تتحسن مبقاش، غاب. إذن تجميل هذا ما كانش، كل وسائل التجميل. بعض العلماء يقول حتى الكحل ما تديروش، بعضهم قال إذا كان للدواء، إذا كان، لأن بعض العيون إذا لم تكتحل يزيد مرضها. أيوة. وتتألم. هنا يتضع الكحل قدر ما تزيل الألم، تزيل الضرر فقط. أما أن تضعه للتجمل هذا ممنوع. أيوة. معتدة. أيوة. لباس الخاص بالأعراس، العرس وش معناه؟ أن النساء يرتدين اللباس معين للتعبير عن الفرح. صحيح. هي ليست فرحة ولي ما عندهاش حق المشاركة في الفرحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حداد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. اللهم صل على رسول. فالزوجة من يوم وفاة زوجها إلى أن تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام رأي في حزن. أيوة. فلا يحق لها أن تمارس ما يدل على الفرح. فهذا اللباس نتاع الأعراس ممنوع لها. فهذه والعطر والطيب وما إلى ذلك كل هذا. ولو حضرت عرس وقلت لي مبروك عليكم ورحت ما فيش مشكلة، لكن بشرط. كان بعض العلماء حتى في المذهب نتاعنا نصوا صراحة في الكتب أنه المعتدة لا تحضر عرسا ولا مأتما. أيوة. يعني ما تحضرش جنازة نتاع ميت وما تحضرش عرس ولو في العائلة. يعني هذا منصوص عليه في كتب الفقه. فلذلك احنا نفضلوا نطبقوا هذا المنصوص عليه احسن. يعني لا تحضروا في هذه الامور لانها راهي محبوسة. مش معنى المعتدة. احنا محبوسة على زوجها المتوفى. ما عندهاش حرية. الله يبارك فيك شيخنا، ربي يعلمنا ان شاء الله. امين. وكما اشرتم شيخنا في مذهبنا ربي ينفعنا ان شاء الله. والحاجة تنحي على خاطرها وتزور إن شاء الله وجزاكم الله خير. سائل شيخنا يسأل على زوجته، يقول كان يترتب عليها دين وتوفاها الله سبحانه وتعالى وتركت، كان عندها دين صامت منه 3 أيام وبقى لها 5 أيام. زوجها هو كاين وفاء أيضا من الزوج، زوجها هو اللي راه يسأل ويقول واش ندير بخمس أيام، نصومها نصدق عليها؟ هذا كما سبق يعني دوك هي كانت دوك هو هذا لبس بي. هذا لبس بي. نعم هذا يعني شجع، هذا يفرح. الوفاء يكون من جهتين. الوفاء من جهتين. هذا يفرح. يعني كما نقول لكم نشوفوا الزوج يعني وفي لزوجته ويفكر فيها ويتفكر فيها يعني بعد الوفاة، هذا شيء عظيم جدا يعني بالنسبة أن الوفاء بين الزوجين، وهذا هو المطلوب، هذا المفروض يكون. ولا نجد زوجا أوفى من لزوجته كرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على السيدة خديجة. اللهم صل على رسول الله. العظيم. نعم. يعني باش تشوف يعني الوفاء لأنه من أشرف الفضائل نتاع الأخلاق. يعني صفة النبي. نعم صفة النبي يكفي هذا، هذا يكفيك، يكفيك بمعنى أنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول له يعني أولا عندك في مذهبنا يطعم بركة. أيوة. عندك 5 أيام. 5 أيام. حب يصوم عليها يزيد يصوم هو لحب يصوم يعني كصدقة
صدق عليها صيام هذا عند غيرنا يجوز. حب يجمع ما بين كما احنا نقول الخروج من الخلاف عندنا احنا هو بمعنى انه مستحب، والخروج من الخلاف مستحب عندنا، يصوم ويصدق وهذا الافضل باش يجملهم في زوج. الله وربي ان شاء الله يتقبل ويرحم الميت ان شاء الله ويرحم ان شاء الله هو كذلك بالجنه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شوف ربي يبارك فيك ان شاء الله. الله البرنوس خرج عليك ما تسمع لكش الزوجه شفت الشيخ الله يحفظك ان شاء الله ويوفقك يستر ان شاء الله. والله يعني انا قاعد مع المشاهدين الله يبارك فيكم ان شاء الله. شيخنا هو دوك 8 دقائق قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا ويسلم عليك ربي يجزيك خير. عندنا واحد الأمثلة في الشعبية تاعنا في الشعب تاعنا يقول لك يا ودي ارحم والديك ما 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 ما, ما, ما تحرفنيش كيما حرفت الجمل. الجمل كي يحرف عنده الحافر نتاعو عريض فما يخليهاش فرصة تنبت، يروح منا راهي زريعة يولي مليها تمصها يردبها خلاص مصها. فيقولوا هذه حرثة أو بذرة الجمل. هذا اللي بطل أعمال نتاعو هذا مسكين في الحقيقة، غبي غبي يعني بمعنى الكلمة. إنسان قدم خدمات، بذل مجهود، صنع معروف ولا اخره يعني من الخير وكذا الى اخره، ومن بعد يبطلوا يمحيه كما هذاك اللي يكتب كتيب السبوره يكتب 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 ومن بعد يطلع صاي يمحي كلش. فهذا غبي يعني لا يستثمر جهده، لا يستثمر خيره، بل يسير خيره شرا عليه وبال عليه. هذا الإنسان الذي يتصدق على الفقير، الفقير هذا الذي تصدقت عليه كان محتاجا، ولو لم يكن محتاجا ما قبل منك صدقتك، لا ردها عليك رفضها، ولكن حاجته الملحة هي التي جعلته يمد يده ويأخذها بانكسار. أنت بإعطائك هذه الصدقة صنعت فيه معروفا، لماذا تأتي في النهاية وتبطل هذا المعروف وتصيره كما لو كان شرا اعتداء ظلما قهرا تعسفا؟ لماذا لماذا نحول الخير إلى شر؟ لما؟ فلذلك ربي قال قول معروف، كلمة طيبة، كلمة طيبة لما تتكلم بها لأي إنسان تكلم بها من هو ندك ولا أكثر منك ولا أقل منك، اللسان لا يجوز أن تكون على معناها تعاملات على حسب المراكز الاجتماعية نتاع الناس. واحد تقول له سي فلان، واحد تقول له فلان، واحد تقول له هذاك، حتى اسمه ما تذكروش، وربما كيتحاول يقول أوخي نسيت حتى الاسم تاعه. يا والاخر سي فلان ها؟ ها؟ فلا، هذه كله مما يبطل الاعمال. ربي قال ولا تبطلوا اعمالكم. يعني الاعمال اللي تعملوها باش تنالوا منها الاجر وربي يرضى عليكم فيها ويبارك لكم فيها ويعطي لكم الثواب اكثر. فاذا بها انتم راح تطمسوها خلاص بهذا التصرف هذا، لانه هذاك المن ما تتصورش باللي انت تقول باللي ما درت والو، انا قلت برك انا اللي اعطيت له، انا اللي صدقت له، انا كذا. لكن شوف ما احدثت في نفسه، هدمت شعورا، ما احدثت في مروءته، ما احدثت في انسانيته، راك حطمته، راك قضيت عليه. ولذلك ربي جعل هذا الاعتداء المعنوي بطلان للعمل نتاعك. هاي روح عملت والو، ما عندك عندي والو، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا كله لأنه فيه ظلم، الاعتداء على المشاعر ظلم كبير. الله أكبر. الاعتداء المعنوي ظلم كبير، لأنك تعتدي عليه جسديا
ممكن يرد عليك بالكيلين، كيل كيلين، ممكن يكون أقوى منك وأذكى منك وأكثر ممارسة للرياضة منك وما إلى ذلك، ممكن يضرك أكثر من اللي حبيت تضره أنت. لكن هذا الاعتداء المعنوي اللي مسكين راك قبرته، راك قضيت عليه الداخل، راك حرقته، نعم، وما يقدرش مسكين يقول حاجة. فلذلك يعني هذا، لذلك ربي قال اجعلوا هذا لا تبطلوا، قول معروف وخير من صدقة يتبعها أذى. والله غني هذا هو. والأذى احنا كنا تكلمنا في الثالوث هذاك اللي في العلاقات الإنسانية، قلنا العلاقات الإنسانية ينبغى أن تنبني على ثلاثة أثافي. أولا بذل الندى، معناها الإنسان يكون كريم، يكون سخي، يكون معطاء، يكون ما يكونش شحيح بخيل. النفس الإنسانية مجبولة على البخل وحب التكسب والمنع من الإنفاق. لكن الإنسان هنا اللي يجاهد كبير، شنو هو المجاهد الكبير؟ هو اللي يجاهد نفسه في طاعة الله. صحيح، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فإذا هنا معناها تغلبت باش تكون سخي، باش تنفع، خيركم أنفعكم للناس، معناها اللي النفع نتاعك يتعداك ويتعدى عائلتك إلى ناس آخرين، إلى الجوار، إلى أقارب وما إلى ذلك. على كل حال أديني مثل مسلمين استقبالي على كل خطر نغفل. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة نكون الدين النغي يبنى في الرحمة، يبنى في المحبة، يبنى في المعاونة في الخير. وين راه يمدن الصدقة؟ يمديت باش هذيك سلهم، هذيك سلحزن، هذيك طول حاجة وين تحتاج. ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما دام العبد، ما كان العبد في عون أخي، في حاجة أخيه، في عون أخيه. معناها ربي أك يعاون ما دام تعاونت لغيرك، أك نرث عاونتك يعاون ربي، أك نرث مدتك دي مد ربي. يا أخي يا ربي يا أخي برات النبي صلى الله عليه وسلم إن هذان اللسين الملائكة عليهم الصلاة والسلام يكلفين ربي في السبعان الزقنة، هذاش اللي نخدم كان أسجل. إنك يوني قال صار ربي زيد المنفقة إنفاق، إنفاقا يعني زيد له خلفا، خلف له يا ربي، وني نفق لكني، وني تصرف لكني، وني تمد لكني، وني تصدق لكني، يا ربي تخلف طاز أكثر وين يقمود. مين الشحيح النيد البخيل اعطي الممسكة تلفا، يعني يا ربي اكسس المليس هذي تذي حديج وما اكني تحديج من الدنيا، هذي عرض هذا شك سوى اللاص، شك سوى الحرمان. فكب نزم الى قاضي حاضري منيس مادام كتشي ثبنيت 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 عالتا جورتا 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 بنيت الصور. يرحم والديكم ما يليوني بالنوم الصباح فمديتي صدران تشرى سعود أتحسب المدن مهبول مهبول ذا مخلول وين لم يخدم من الخير أثي تفاصيل الشر سواء ونالهارة سواء يجرحن يجرحوا له ونجرح العقول داش يخدم يستدرم قوين يقبلنه وين لم يبنون هذه السدران الخميس ويستدرى أي ونظر يون يبنون أخار الصور ذي 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 السقف بصح كل ما لا يبنو غادي يسدر أخا من نسوى اسمه كمالرة ونسوى سدرة. فكان إن شاء الله هنطلب ربي أغدي فيك الإيمان، أغدي فيك الرحمة، أغدي فيك المحبة. إذن الدين يبنى في الرحمة، يبنى في المحبة، يبنى في المعاونة، يبنى في ثقمات، يبنى بالمؤمنون إخوة. الله يهنيك يا ربي، إن شاء الله جعلنا من يستمعون القول فيتبعون. آمين يا رب العالمين. شيخنا واستاذنا وبركتنا الشيخ ابو عبد السلام، شكرا جزيلا لك، وجمعه مباركه وربي يبارك فيك ان شاء الله. آمين. الله يهنيك. شيخنا الدكتور كمال شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك، جمعه مباركه ان شاء الله، يبارك ربي يحفظكم ان شاء الله. الشكر موصول لكم ايها الافاضل على الوفاء، نقول لكم تحيات فريق العمل التقني
هذه اللحظة اسما جمعتكم مباركة، نلقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله.